ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني ببقى سعيده جدا 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 وانا بدي محاضرات للبنات، وخصوصا السمت الجميل اللي انا شايفاه. كنت اتمنى على طول صدق ان انا اكون في سنكم، وقبل ذلك يعني واتي من يكلمنا عن الله عز وجل، واتي من يحدثنا عن نفسنا كبنات وكحوريات. النهارده هنتكلم عن الحوريات وكأنثى. معظم البنات هاتي من بعد الاندر ايج كده اللي ما شاء الله طالعين لنا دلوقتي والجزء الاعدادي والثانوي، تقول لك لا مش عايزه انا ابقى بنت ولا كده، يا اما ابقى بنت متحرره واندبندنت وسترونج والقصص اللي انتوا فاهمينها دي، لان في قيود عليها من المجتمع ومن الفكر وما ايا كان. فانا اريد التحرر، فاردنا باولا. لا، احنا النهارده عنوان محاضرتنا افرحي انك انثى، ونشوف يعني ايه الانوثه. طبعا انا هتكلم وهسال، واللي هتجاوب معايا هدايا تحفه جدا كلها انوثه برضو، اهي هدايا اهي. وهقرا وان شاء الله تتفاعلوا معايا، لان انا ما بحبش ابقى ايه، يعني احنا مش لا في مؤتمر ولا في محاضره، احنا في دردشه. متفقين؟ حد مش فاهم حاجه؟ مش فاهم، حاولوا بقى. طيب خلينا لما نيجي نتكلم بنقول وانا ليه افرح ان انا بنت؟ ليه افرح ان انا انثى؟ ليه؟ مين تقول لي؟ اسمك ايه؟ هبه. اه عندك كام سنه يا هبه؟ جنسيتك ايه؟ سوري. اتفضل. تمام، ممتازه يا بنتي. اختكم بتقول انا افرح ان انا انثى علشان النبي السلام قال وصى على فرع من النساء اسمه الامهات، قال امك ثم امك، من حق الناس بحسن صاحبتي، قال امك ثم امك ثم. ده مع افرح ليه ان انا انثى وافتخر ونطلع من المحاضره دي. يا رب لك الحمد ان احنا نساء، لك الحمد ان احنا ايماء لله وهنتعلم معنى ده، ولك الحمد الثلاث محاور تحفين جدا جدا بحفزكم وبشجعكم اليوم قبل ما احكيهم. افرح ليه ان انا انثى؟ اتفضل. اسمك ايه؟ من الجزائر. عندك كام سنه؟ تمام. في مايك اهو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا افرح لان الله سبحانه وتعالى كلما خاطب الانثى في القران الكريم قال لا تحزني، كيف احزن يعني؟ الله. انا عندي خطاب من ربنا سبحانه وتعالى لا احزن، كلي واشربي وقري عينا. صح؟ صح. تمام. مع يا جايز بتقول مين تاني تقول افرح ليه ان انا انثى؟ اتفضل. هاتي المايك بقى، وصلوا المايك بسرعة. مها يا ريت ركزي في الكاميرا لأن التعافى بتاعتها، لأنه نحن اللي اسمك إيه وعرفيني بيكي؟ أنا اسمي عائشة العبد الله من سوريا. تمام. عمري 25. يا أهلا وسهلا. بفرح لأني أنثى لأنه أنا اللي ربي الجيل، أنا اللي بربي الجيل. الله الله على النعم. تتحمل مسؤولية، أنا ورايا جيل بربيه يا جماعة، مش قاعدة كده. جميل. يوم نركز في الهدايا بس. تفضل. قول. معكم ساره من الجزائر. افرح كوني انثى في قصه السيده مريم عليها السلام، لما والدتها قالت في الخطاب القراني ربي اني وضعتها انثى، فقال الله عز وجل الله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. تشريفا. 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 الله. الله عز وجل شرفنا. معنى طيب وجميل، الله يفتح عليك. هاتوا المايك هنا، انت عايزه تقولي صح؟ خلونا في الصف الاول، تعالي 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 في الصف الاول. هاتي قولي وعرفيني بنفسك، يلا قولي. السلام عليكم. انا ايمان نبيل، عندي 21 سنه. انا دلوقتي في حاجه دايما بتيجي في بالي وبتبسط قوي ونفسي ان ربنا يرزقني بالرزق ده ان شاء الله في ميعاده، وهو انه ربنا كرمنا بان هو خلى الحياه بتبدا مننا. يعني احنا لما بنلد الاطفال احنا الحياه بتبدا من جوانا، وبعدين بتستمر بشكل كويس او مش كويس بالحاجه اللي احنا بنعملها برضو. فاحنا اللي بنزرع الثمره
اللي لما تكبر بعدين يا اما هتكون ثمره طيبه يا اما ثمره خبيثه. فهو زي ما الاخت قالت الجيل متوقف علينا، وزي ما في استاذ من الاساتذه اللي كانوا موجودين امبارح بيقول لن تقرا الامه ان لم تقرا الانثى. ممتاز، انت فرحانه ان في جيل وانت البدايه. انا بقى عايزه اسالك على حاجه انت قلتيها، بتقولي ان شاء الله ده وقته ايه، في حاجه جايه في السكه ولا ايه؟ لا مش عريس كمان يعني ربنا يحفظك. لا انا بقول ان شاء الله في وقت، في وقت في وقت. انا بحسب ده وقت يعني. في وقت. ربنا يبارك فيك يا طيب. طيب اعطي المايك للصف الثاني هنا. ايناس من الجزائر. اهلا وسهلا. افرح بانني انثى لاننا وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليك، صلوا عليه. الحمد لله عند القوارير. واحنا القوارير. مين تاني هنا؟ قول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خلود من الجزائر، 26 سنه. يعني اكمل فكره الاخت ايناس، النبي عليه الصلاه والسلام قال رفقا بالقوارير، اذا كنا في بيت اهلنا، وإذا تزوجت الأنثى يعني تكون تحت جناح زوجها، إذا أطاعت زوجها دخلت الجنة، وإذا كانت أم الجنة تحت أقدام الأمهات. فإحنا في كل المراحل إحنا داخلين جنة. إحنا رايحين داخلين جنة. طب تمام، نشوف في حد جنبه. طب هاتوا الاثنين اللي جنبه وبعدين ناخده منه. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام. أفرح كوني أنثى في القرآن نسبة سورة النساء، يعني بحب سورة النساء. كل احكامنا موجوده، احكام الزواج يعني ما لم في شيء ما ذكرش خاص بينا، كله مسمور خاص بينا، يعني ما فيش مسمور باسم الرجال. بالعكس، ده كل احكامنا موجوده، كل الفضائل والتكريم اللي ربنا كرمنا بحاجه. الله يبارك فيك، شكرا لك. انا خضراء من جيبوتي. الفكره اللي غلطها كنت بدي اقولها ايضا، سورة مريم ما في سورة غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسم رجل. صحيح. هذا أول. والثاني شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، فيعني نسب الخيرية للرجل اللي يكون خير لأهله. خير لأهله. الله يفتح عليك، شكرا ليكي. تمام، خلينا قولي ونختم بيكي بقى. تمام، أهي الصف رقم 2 وصلت. السلام يا السلام عليكم. انا نسيبه من مصر. افرح كوني انثى لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان من كانت له ثلاث بنات فاحسن تربيتهن وحماهن، ويعني كنا له كجنة يعني. وجاء من الله، وجبت له الجنه، وجبت له بنات لكن له وجاء من الله. قالوا أرسنتين يا رسول الله؟ قال أرسنتين. روى الحديث قال والله لو قال الواحده لابتدى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا وجاء اللي يعتني بينا، يعني احنا رزق للاهل نفسهم كمان. الله والام. الله عليك. طيب خلينا في معنى جديد. طيب جديد. طب يلا بينا. حد يوصل المايك. انا هقول الدكتوره ده نصار. ايوه اهلا وسهلا. وبين الميكروفون يعني طب ايش بك يا باشا؟ هو معنى كده لطيف وخفيف وبسيط خالص، ان احنا دايما مدللين يعني في اهالينا، وهو دايما مدللنا وفي بيت جوزنا دايما مدللنا، فانا دايما مدلله. ما تقصدش ليا تزرق تزرق السوق يدلل. انت متفائله. يلا بينا. أنا أمامة قاسم من فلسطين. يا هلا. هلا. أول شغلة إنه آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستوصوا بالنساء خير. يعني حتى الرسول عند وفاته كان يذكرها. الله عليك. هاي أول شغلة بفرح إنه أنا أنثى فيها. أنثى الحمد لله. الحمد لله. والشغلة الثانية إنه القوامة للرجال، هي هذا تكريم إلنا وتشريف لإلنا. الله عليك. عشان إحنا يعني زي ما قالت نبقى مدللين. يعني احنا مش محتاجين، احنا بنشتغل واحنا بنتعب ونجتهد كتير عشان نجيب الفلوس. صحيح، احنا مدللين وليست المرأة طالبة بالإنفاق. تمام، خلينا آخر شغلة، آخر شغلة يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا من سوريا. إضافة اللي حابة أضيفها، باعتقادي أن النساء هن الجنود الذين خلف الكواليس. الرجال سواء الأزواج أو الأبناء هم يصدرون للساحات، لكن من يقوم بتصدير هؤلاء للساحات؟ يصنعهم.
بالضبط هم النساء. فالنساء هم يعني القائدات الخفيات باعتقادي. صحيح. الله يفتح عليكم وجزاكم الله خيرا، معاني طيبه وجميله. كلهم ما شاء الله يستحقوا يعني التقدير. خلينا نقول افرح ان انا انثى، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان وصيته استوصوا بالنساء خيرا رفقا بقوله من كان له ثلاث بنات. هن المؤنسات الغاليات. البنات تمام. لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات ريحانه الدار. كان بيسمي السيده فاطمه كده ريحانه الدار. افرح ان انا انثى عشان انا طول عمري في ترفيه ودلال جوه البيت وبعد البيت وبره البيت. هذا كبيره الدليل هو من ينشا في الحليه وهو خصام غير مبين. هو في الخصام غير مبين. يعني ايه؟ طول عمرها في البمبيات والورديات والكفر البامبا ومش عارفه الدباديب والتوك والبتاع طول عمرها ومن ينشا في الحليه. فامر طبيعي ان المراه طول عمرها ايه؟ شكلها حلو، ريحتها حلوه، طيبة الكلام، طيبة المعشر. منين ما تيجي ده في انثى البيت ده. لا لا اكيد البيت ده ما فيهوش حريم. تخش كده البيت مفعكش كركب الشراب مرمي. لا ده بيت عزاب شباب ما فيهوش بنات. امتى اعرف ان في بنات؟ لما الاقي لمسات والاقي مش عارفه الطبق محطوط ازاي وورده ازاي. اوعى يكون الكلام ده مش حقيقي. اوعى. البيت اللي فيه بنات ريحته حلوه، منظم، معروف، ريحانة الدار يعني ريحتها حلوة وشكلها حلو وكلامها حلو. ده الظاهر. أنا عندي الأنثى بثلاث حاجات. أنثى يعني حياء. ما ينفعش أنثى أوصفها إنها بنت، ست، امرأة بدون حياء. وحياء يعني إيه؟ حياء مع النفس، حياء مع الناس، حياء مع الله. الحياة مع النفس له جانب إيماني وله جانب معيشي في الحياة. هقول لكم دلوقتي حاجات تدريبات وتقوموا تعملوها واللي تنجح هسقف لها وادعي لها. لما أجي أتكلم عن اللي في الحياة الجانب الإيماني، هو أنا المفروض كأنثى يبقى عندي حياة من إيه مع نفسي؟ مين تقول؟ ها؟ إيه؟ لا ادوها المايك انا مش سامعه حد خالص. اعملي كده اعملي كده. ايوه شكرا. حياتي مع نفسي اني استحي ان اغضب الله مثلا او اعمل ده جانب ايماني مع لا مع نفسي استحي اعمل ايه؟ وتبقى من الانوثه وتبقى من الانوثه. هي ممكن تكون للإناث وللذكور بنفس الوقت. ما إيش عم تقول دلوقتي؟ طيب بقى يعني. طيب خلينا هنا حبيبي. أن تكون عفيفة حتى مع نفسها، يعني حتى دعوتها ممكن ما تنظر. يعني الله عليكي سقفة كبيرة. اسمك إيه؟ أمامة. أمامة. اللهم اغفر لخطوكوا أمامة. خذها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وإحنا معاها. قولوا آمين. طيب مع النفس حتى انا بيني وما بين نفسي، مع اني مع نفسي زي مين؟ زي سيدنا عثمان. الله يفتح عليكي. الله يفتح عليكي. ايوه نعم. لم يرفعها. صحيح. الله يفتح عليك. مع نفسي بهذا. اسمك ايه؟ شادة. منين يا شادة؟ اهلا وسهلا ما شاء الله. ايه ايه لا ومال اللي مع النفس كده. حتى لو انا مع محايم حد مش شايفني زي سيدنا عثمان رجل تستحي منه الملائكه. يعني زي ما قالت اختنا دخل ابو بكر ودخل عمر والنبي عليه السلام يكشف عن رجلي معه. لما دخل عثمان قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. جميل المعنى ده. البنات انا بتخيل انهم كده. حالي مع نفسي كده. طيب حالي الظاهري ها؟ حالي الظاهري ست. عقلا قلبا فكرا معامله جوارح.
عقلا هحكي لكم قصة زوجة القاضي شريح. القاضي شريح بيقول تزوجت زوجته دي اللي هي حاليا معاه، وقعد معاها 20 سنة، قعد معاها 20 سنة ما حصلش بينا أي خلاف وأي مشاكل إلا مرة واحدة وكنت لها ظالم، يعني حتى أنا اللي كنت غلطان فيها. تزوجها إزاي؟ مش من القبيلة، زمان كان رجال القبيلة يتزوجون من نساء القبيلة، لكن هو كان على سفر هو وصاحبه، وبعدين دخلوا على مكان القبيلة فهم كانوا على مشارفها من الخان، فكان في خيمة فيها جارية فطلبوا منها ماء، فطلعت اللي هي زوجته بقى، طلعت اللي هي سيدتها قالت له لا ما تعطوهوش مية، اعطوهم لبن، فهم بيبين عليهم اثر السفر والتعب، حزن بس الراجل وقع. الراجل قال خلاص راح اتزوجها ليه؟ عندها فهمت المرأة لما اجي اقول انت انثى فكرة ايه؟ واعية مثقفة، واحنا بنقول كده اعرف شيء عن كل شيء. اعرفي حاجة لما تيجي تبقى قاعدة في محفل في مكان بتكلموا في موضوع ها تعملي ايه؟ ابقى فاهمة، مبقاش مسلمة وعلى قدر من الدين والالتزام وفي نفس الوقت انا معرفش ايه اللي بيتقال او معرفش الموضوع ده ايه. والثقافة دي الكلمة اللي الأخت هنا قالتها، قالت اقرأ لو مين فيكم هنا تقريبا، قالت الأمة اللي النساء فيها لا يقرؤون رجالها لا يقرؤون. الابن اللي عارف ان دايما أمه ماسكة كتاب مش موبايل هيبقى ماسك كتاب مش موبايل. الشاهد أنا عايزاكي مثقفة واعية شغالة على 8 محاور. إيه المفروض 8 محاور؟ العقلية والبدنية والصحية، بغشش منهم هم. تفتكري ايه هم 8 محاور المفروض ان انا اخلي بالي منهم؟ مين تقول؟ جميل، ثقافة، الصحي، الروحي، البدني، النفسي، التربية والعاطفي، نفسي وتربية وعاطفي، هذا محور واحد. الله يفتح عليك، اعمل ايه في الاجتماع؟ ها ان انا اسمع اللي قدامي، يعني يبقى عندي مهارة الاستماع رقم واحد. ها طريقة الكلام، الفهم الطيبة، حسن التواصل مع الناس. الله يفتح عليك، سقفة كبيرة هنا. التواصل وكظم الغيظ، هي بعض الصبر، كظم الغيظ لانه نحن حنشوف اذى كثير كبير من الناس بنحبها ومن الناس ما بنحبها. ممكن لما نعمل نحن هيك بالعكس رح نكسب الله طرفنا، ما رح نخسرهم. طيب اسمك ايه؟ الله يعينك. اسمك ايه؟ حنان من سوريا. حنان، حنان قالت حاجه تحفه جدا، خليني اشرح الجزئيه دي. قالت موضوع التواصل اعمل مهاره اجتماعيه اللي اختكم قالت عليها عن طريق التواصل وفن الاستماع، وان انا يبقى عندي كلمه طيبه وبعدين اصبر على الاذى. فن الكلام ليكي كانثى مهاره اساسيه حقيقيه لا غنى عنك بيها. تاني، فن الكلام وفن التواصل وحسن التواصل ليا كانثى مهاره لا يمكن تستغني عنها. هتحتاجيها مع صحباتك، هتحتاجيها في البيت مع مامتك وباباكي لما تحبي بس مش بس تتكلمي وتطلبي، هتحتاجيها مع اخواتك اللي فتحوا الدولاب وخدوا حاجتك، هتحتاجيها في الشغل وفي العمل، هتحتاجيها في المحيط الدعوي، هتحتاجيها في المسجد، في البيت، في الشغل، في كل مكان. اتكلم ازاي؟ احنا للاسف ما عندناش مهاره التعبير عن نفسنا. تيجي موقف وبعدين تقولي كلام ياه، بعد ما يخلص الموقف يا ريتني كنت قلت كذا، يا ريتني كنت عدت الكلام وقلت كذا وكذا وكذا، ومخك بقى يقعد يأنبك بقى، صح؟ بيحصل وما بيحصلش؟ بيحصل. ما بنعرفش نعبر عن نفسنا صح. اللي جواكي ما انتش عارفه تطلعيه زي ما هو، تبقي حباها جدا وغيرانه عليها جدا ونفسك في مصلحتها، بس قلتي كلمه دبش فهي زعلت. بيحصل ولا لا؟ مهاره التواصل ومهاره الاستماع ومهاره فن الكلام، مش فن الكلام، حلو الكلام، دي الانثى. ان يطلع منك الكلمه زي الراجل اللي راح شاف رؤية ان اسنانه كلهم وقعت، فراح لمعبر للرؤى قال له اهلك كلهم هيموتوا، وده فعلا تعبير الرؤية. فراح لابن سرير مخضوض كده
وأنا رحت وربي قال لي كذا كذا وأهلي هيموتوا. قال له أبشر أنت أطول أهل بيتك عمرا. هي هي زي مثلا اسمك إيه؟ رهف بتحب التفاح، فأنا قمت جاية جايبة لها 10 كيلو تفاح. اسمك إيه؟ إيمان. إيمان جابت لها 3 تفاحات بس، وقامت جاية عاملاهم بسلوفان وحطاهم في سلة حمرا كده وحاطة لها كارت، وأنا جبت لها 10 كيلو كده في الحجر وقمت جاية خدي، والتانية مديها لها في سلة. أنه الأحب إليها؟ لما أجي أتكلم كلمة لبنت أو أي محيط لازم أبقى أشوف فن الكلمة إيه. هنعمل تدريب دلوقتي عشان ما ننموش، يعني هديكم فيه بالظبط 5 دقايق كل واحدة مع اللي جنبها، خليهم 3 دقايق خلاص هتتكلموا، خلوهم دي 3 دقايق هتعرفي اسمها، طموحها، شغفها، هدفها، ناوية تعمل ايه انت وهي. 3 اختي، خدي اللي جنبيها على طول بدلوا الاماكن. على فكره ممكن اختك وما تكونيش واخده بالك، ممكن، بس اهم حاجه انا هاخد اسمعوني يا بنات. اقول تاني؟ اقوله اسالك عنها وصفه او هي اللي حابه تحكيها عن نفسها، حاجه تفتقريها بيها، شغفها، وجمله فيها فن الكلام وحلو الكلام كأنثى يطلع مني، وافضل حاجه هسمعها منكم هتاخد جايزه اكتر 2 وعليكي اني ابص وهسقف لهم. يلا 3 دقايق حد يعمل بالفيدباك عن قدر المستطاع. انا اقول يا فرحه سوفيا، أقول أريد أن تتعرفي على زوجتك التي بجوارك، التي بجوارك، وتاخدي منها جملة نعم للتواصل الصحيح. نحن نتكلم في محور الأنوثة، والأنوثة مظهر هنقوله لسه ومخبر، فالمخبر منها قلنا فيه 8 جوانب 8 جوانب 8 جوانب المفروض إن احنا كنساء نركز عليه. منها أما جانب المهارات الاجتماعية، نعم من ضمن المهارات الاجتماعية مهارة التواصل، فن الكلام، حلو الكلام، فن الاستماع. فهناك ورشة عمل نريد من كل صديقتين أو متجاورتين أنهم تعملي تسمعي منها وتعرفي عنها شغفها، هدفها، شغفها عن الطموح، طموح هدفها. لما تشوفيها، لما تنظري تتقابليها بعد 20 سنة قادمة، تذكرتك أنت كنت في مخيم من فلسطين، مخيم البنات كذا، وتقولي لها جملة محفزة لا تنسكن بالتبادل. تمام؟ الحمد لله رب العالمين. انتوا بس سيبوا النساء يتكلموا بس. ها مين اول حد يبتدي؟ تمام تعالوا انتوا الاثنين هنا. بسم الله. انا يسر من العراق. انا سراء من العراق. ماشي. قولي لي اسمك ايه؟ يسر. يسر؟ نعم يسر. من هي سراء؟ سراء هي الفتاة الأنيقة صاحبة الذوق الرفيع والقلب الحنين. والله ايش عرفك؟ هي اللي قالت لك؟ لا هي أختي. شفتي منها مواقف حلوة. فأنت رأيتي منها ده، لمست فيها ده. تمام، من هي؟ أختي هي لطيفة، حنينة، بس أخذ إيجابية لما أكون حزينة تواصلي دائما. ما شاء الله. طيب قولولي أنت هتفتقريها قدامي بإيه؟ نعم الجملة اللي بتتهالها
تشجيعية، شغف، طموح. أقول لها أقول لها أنت قوية دائما، وإن احتجتي أي شيء فأنا إلى جانبك دائما. قولي لها جملة. أنا عايزة بس أنتوا شايفين المشاعر دي يا بنات؟ وصل لكم المشاعر والإيموشنات الجميلة دي؟ وصل. أنا عايزة المشاعر دي عبري عنها، أنا عايزة الدموع كلام. استني. يسر وسر اسمي. هديكي 30 ثانية تفكري فيهم، أنا عايزة أقول لكم حاجة عن الموضوع ده. إحنا كلنا بنعبر، كلنا بتوع مشاعر، صح؟ كل النساء لديها الكثير من المشاعر، ولكن ايوه ترجمي، ولكن احنا ما بنعرفش نطلع المشاعر، ما بنعرفش نعبر، فممكن خلاص ما خلاص. لا، انا عايزه الانثى تبقى بتعرف تعبر عن اللي جواكي صح. مش عايزاكي في موقف وانت واقفه في موقف وبتتكلمي او بتشرحي او بتقولي رساله او بتقولي دعوه الى الله او بتقولي رساله حب او بتعرفي بنت عن الله عز وجل او بتنصحيها في دنيا او دين ولا يفهم كلامك. انا عايزه المشاعر تطلع في كلمات. ينفع نطلع من المحاضره بالمهاره دي؟ قولوا اه. الله المستعان. قولي لها جمله. لا ما تساعدهاش، ايه هتطلع؟ انا يعني ده وظيفتنا نطلع من باب المحاضره دي معانا 3 مهارات، دي مهاره منها. يلا. هي مثابه امي الثانيه. قولي لها. انت مثابه امي الثانيه. عندما يعني يصبح شيء اضيع في الطريق او يصبح اي شيء اتصل عليها اول شخص. لا قولي لها. اتصل عليك دائما اول شخص، اعرف سوف تجيبين على اتصالات. لا اتصل على امي. شكرا لك. ما تجيبوا بوسه بقى. شكرا لك حبايبي. يا رب اللهم امين. هو ده المطلوب، ده المطلوب. يلا نختار حد تاني. انا اسمي عائشه. عائشه قولي لي الأول يا عائشة، عايزاني افتكرك بإيه؟ أنا إن شاء الله يعني أحلم إني أكون داعية في المستقبل، داعية على مستوى العالم. داعية، الداعية عائشة، سأفوز. اسمي شادن. شادن. سارة من الجزائر. سارة عرفيني بيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عائشة من سوريا، عمرها 25 سنة. شريعة ودراسات إسلامية. حلمها أو شغفها هو طلب العلم، وحلمها أنها تكون داعية ومفكرة كبيرة إن شاء الله في المستقبل. تقول لها إيه؟ حبيت أقول لعائشة وشاهدين في نفس الوقت أنني أعدهما وأخذ منهما عهد ووعد أن نترافق في الجنة بإذن الله. يا رب. اللهم أمين. عائشة إلي من هم؟ إن شاء الله نرد سوية على حوض المصطفى عليه. يا رب اللهم امين. كلنا. ممكن إضافة؟ قلت لهم يعني الشيء اللي هيجمعني إن شاء الله، قلت لهم ألقاكم عند البائكة، عند التحرير، عند البائكة في المسجد الأقصى. الله يا رب. الله يسلمك. اللهم امين. فردت علي أختي عائشة فقالت نلتقي عند حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلت. أختنا نلتقي في جنات النعيم. الله الله. عائشة قولي لي، عرفيني. أختي من الجزائر سارة، وأختي من فلسطين شاب. تقولي لهم إيه؟ قولي لهم يعني الله يا رب يفتح عليكم في
الدنيا والآخرة ويسعدكم دنيا وآخرة. اللهم آمين. شكرا لك. الاثنين اللي وراء شكرا لك. ما شاء الله حطيتوا مثال للتدرج في الأمنيات ما شاء الله. عايزة اثنين نختم بيهم. تعالوا تعالوا لي. احنا معانا وقت قد ايه؟ ممكن نص ساعة كمان. نص ساعة؟ ماشي مش هطول ان شاء الله. مع ان انا عايزة اقعد معاك 10 ساعات. بس خلينا نص ساعة كده. من انتي؟ السلام عليكم. انا علا الدسوقي. علا الدسوقي. علا الدسوقي مين؟ عبد الرحمن وعمر مش بتاع الياء. انا جبت العيلة كلها. ومن هي يا علا؟ دي اختي ندى عمرها 25 سنة من فلسطين. ندى تخرجت من 5 الفات من كلية التربية. طموحها انه هي تربي جيل واعي وتبني جيل واعي وتربي جيل قادر يتحمل المسؤوليات بتاعته ومسؤوليات امته. يعني يكون جيل يخدم الامة الاسلامية وجيل يرفع راية الاسلام. قولي لها قومي. حادثة كبيرة يعني. اغرس فسيلتك ولا تخشى اصوات القيامة. الجملة دي انا مقتبسة من يعني او مقتبسة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فان استطاع ان يغرسها فليغرسها. انا يوم القيامة بتقوم انا هغرس شجرة عشان منو يستفيد منها؟ ما في اي زول هيستفيد من الشجرة دي. ما تدل الانسان اي فائدة او اي حاجة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا انه احنا مطالبين بالعمل ما مطالبين بالنتيجه. فانت مهما قدامك الوضع يكون سيء وبيدعو للياس انت ابدا ما تياس لانه انت ربنا سبحانه وتعالى مطالب بالعمل ما بالنتيجه. علا الدسوقي عمرها 20 سنه بتدرس. جنسيتها ايه؟ جنسيتها ايه؟ من السودان. تدرس طب في جامعه الخرطوم سنة ثالثة. طموحها أنها تتخرج تتخرج بأعلى مرتبة وتشتغل في مجالها وأنه تدافع عن حقوق الإنسان. والله تحفة جدا. قولي لها قولي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الابتسامة في وجه أخيك صدقة. وأترك أثر طيب أينما حللت. يعني أنه خلي يكون عندك ريح طيب في أي مكان وأنه يكون لك بصمة وأثر لحتى الناس تتذكرك بالخير إن شاء الله. عايزين أنتم؟ والله كم؟ طيب أنا علشان عارفين بس الدكتورة الخيرية وكلكم قاعدين قولي نص ساعة لازم أخلص نص ساعة. عندي لسه ثلاث محاور ما خلصوش. هسمعكم برا. إيه رأيكم بعد المحاضرة؟ نعرفهم مع نفسينا ونبوظ الجدول المخيم. ان شاء الله اوعدكم ان شاء الله باذن الله لو ربنا احيانا في خلال 10 ايام ممكن اجي لكم مره كمان. ممكن اجي لكم مره كمان نقعد نكملوا الحكايه. خلينا اقول لكم الانثى مظهرا زي ما قلنا. مش تصحى من النوم الشعر المنكوش غجري وغهفهف في التراوه. لا. مظهر يعني ريحتك حلوة. روتين الشعر محدود مش الكحكة والمربوطة. وريحة الشعر ليست جيدة. أنا بحاول أتكلم أهو. عندك روتين الشعر. عندك روتين الضوافر. عندك روتين القدم. عندك روتين سنن الفطرة. ما ينفعش أطيب زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أتكلم أطيب طيب الماء. ريحتك حلوة. مش هبقى جاية قاعدة داخلة أوضة فيها بنات وتأفف اللي معاها من الريحة أصل الشراب ما تغيرش. لا. داخلة شراب مر هو يوم واحد غسل ويتحط. الروائح الداخلية للمرأة سنن الفطرة معمولة على طول على طول. أنت متطيبة متطهرة ريحتك طيبة. طبعا منحطش الروائح بره العطر بره البيوت لكن جوه البيوت أنت ريحتك طيبة. وكل واحدة ليها زي ما ليها صيت في السماء ليها ريحة معروفة. أرجو إن الأمر ده ما اسمعش بنت من اللي حاضرين المخيم تلعن
وفي مرة من المرات على مدار سنين عمرها زواجها أولادها يتقال عليها ده كانت ريحتها مش طيبة. طب ما بنطبخ في المطبخ وواقفين وريحتنا طبيخ وريحتنا المطبخ والأكل وبطلع فيه لبس الكلام ده وضوء وبلبس اللبس الثاني سواء للاستقبال أو للوعاد أو للبيت أو للمنام. ده مهم ولو أنا تربيت عليه هربي الجيل اللي جاي يعني الناس اللي عايزة تربي الأجيال هربي الجيل الجاي يعني مش هنلاقي ناس مش لطاف وتتأذي من ريحتهم. ده شيء مش هتكلم فيه تاني. جديدا قال غسيلا يا رسول الله مش جديد البس جديدا وعيش سعيدا وهكذا الأمر. طب لما نطلع للعيد مفيش جديد ما معناش فلوس نجيب الجديد يبقى البس والواحدة تعطي اختها. أهم حاجة يبقى نظيف وريحته حلوة ما يتقالش مسلمة أبدا أبدا. وبنات كمان بنات ما نسمع الكلمة دي ممحية من قاموسنا. نظيفة طاهرة شريفة عفيفة ريحتك حلوة كلامك طيب شكرا. ده المصدر. الروتينات دي مهمة الاسترابات دي مهمة الحفاظ على الجلد والشفتين والشعر والعينيك والحاجات دي مهمة والحاجات الطبيعية موجودة. المخبر أمس حياء حياء القلب. الأخت بتتكلم عن فتاتي شعيب قمة في الحياء قمة في الحياء. وجاءت وإحدهما تمشي إيه؟ الله مشية تختلف عن مشية مشية كلها حياء مشية. حتى سيدنا موسى قال لا أنا هطلع أنا قدام ماشي ورا ودي السنة ما جي نازلة على مهارات بقى اللي بتعلم شعر بقى وقصة ما شاء الله والصورة لا احنا دي الحاجات دي ناخدها واللي ناخده من الصور ومن القرآن ومن السنة ونطبقه في الواقع. الموقف بتاع فتاتي شعيب لما سيدنا موسى سبقها وقال لها لو ضللت الطريق هاتي حجر وحطيه كده في الاتجاه الصح اللي انا امشي فيه. يبقى انا لما بكون ماشيه في مكان وقدامي او جنبي او ورايا رجال مش انا اتقدم الصفوف لا خلي الرجال هم يتقدموا وانت مش معنى هم يتقدموا عشان هم قدام الذكوريه لا 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 سيبكم النسويه والكلام الفاضي ده. لكن يمشي نازل على سلالم بخلي اللي قدامي الاول يمشي عشان نزلتي وفي رفعه الحاجه. حياء وأنوثة يعني حياء يعني لبسة اللبس اللي يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى بشروطه الثمانية. واسع فضفاض لا شف لا يصف لا يشبه لباس الكافرات ما يكونش زينة في نفسه ما يكونش مجسم ألا يليه لين حتى يشبه عمم الرجال. كل الكلام ده المفروض ده من الحياء يعني أنوثة. مرأة يعني حياء بنت يعني أنوثة يعني حياء ثلاثة مرتبطين ببعض. حياء العين بعرف انها بنت اعرف الناس ودي اللي بيفرق واحده واحده غض البصر. حياء الصوت الواطي حياء الضحكه المنخفضه او البسمه مش في الشرف في ايه يا جماعه في حريم بره مين في ايه ولا تمشي ولا تتقصع ولا توطي ولا تعمل ولا ايه ده لا لا دي مش من الانوثه دي من الرعون اللي ما عندوش ادبات قلنا في الجامعه. أنا واخدة كذا كلية، أول كلية خدتها كانت سياحة وفنادق، ولما ناخد فيها مادة اسمها فن البروتوكول والإتيكيت، كان في 13 مبدأ كده المفروض إن أنتوا تحفظوهم ومش عارفة إيه والبيانات والكلام ده، كلهم من الكتاب والسنة عايزة أقول لك. منها البسمة وفرد الظهر وإبعاد وعلامات الإعداد وعارفة الحاجات بتاعت إن أنا لما بضحك مع النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ابتسم ولو زاد في الضحك ظهرت نواجذ يعني مش والضحكه اللي ماسيه مش عارفه ايه وهي هي وحاجات ده مش من الحياة مش من الانوثه يجرح انوثتك. انوثه يعني ايه؟ يعني دبلوماسيه الكلام. ان شاء الله باذن الله اوعدكم ربنا احيانا وجمعنا في ايا كان بعد كده ان شاء الله لا تكون خيرات بعد كده ان شاء الله ربنا يجمعنا. نتكلم عن فن الردود. فبنعلمها الدبلوماسيين الناس اللي شغالين في السفارات الناس اللي شغاله في بتتعامل مع الجماهير والخطاب الجماهيري تقول ايه وما تقولش ايه ولو تعرضت لسؤال مباشر وغير مباشر تقول ايه وما تقولش ايه. انت كأنثى لازم تبقي كده تعرفي تردي صح تعرفي تتكلمي صح. طب ده مصغر ده كلام ده سمت. حياء القلب خشيه من الله سبحانه وتعالى الاحسان. اديكم حته ايمانيه كده ونختم بيها. لما بتكلم عن الحياء من الله سبحانه وتعالى
انه ما يشوفنيش في مكان لا يرضى ولا يحب الله سبحانه وتعالى يشوفني فيه. يشوفني فين؟ يراني فين الله سبحانه وتعالى؟ في المكان اللي يحب اللي امرني به. عشان كده كان معظم الصحابه يقول لك ايه؟ واجب الوقت. ايه واجب الوقت؟ ايه افضل عمل يحب ربنا سبحانه وتعالى اللي المفروض عليك دلوقتي؟ انت ايه؟ انا طالبه، انت ايه؟ انا مشرفه على المكان فانا هعمل واحد اثنين ثلاثه، انت ايه؟ انا بنت دلوقتي في قلب البيت فهبر ابي وامي. المكان اللي انت فيه وربنا استخلف فيه وقعدك فيه هو ده واجبك، ده احب الاعمال الى الله ساعتها. لما اجي اقول على الاقل ربنا ما يشوفنيش في مكان لا يحب ولا يرضاه. على الاقل اعمل ما احبه الله سبحانه وتعالى اللي هو ايه؟ احب الاعمال الى الله الايه؟ احب الاعمال الى الله ايه؟ الصلاه على وقتها. قال ثم اي؟ طب خلينا في الصلاه على وقتها. الله يفتح عليك. خلينا في الصلاه على وقتها. ما ينفعش تسمعي الاذان وهو ينادي عليك. الاذان معناها ان ربنا بينادي عليك. ما ينفعش ربنا ينادي عليك افتكر اللي انا بعمله لك، انا بعمل لك رابط زين دلوقتي. افتكر ان ربنا بينادي عليك ان انا امثل طبعا ولا شك، وافتكر ان ربنا بيقول لك يلا حي على الفلاح تعالي. سيبي لي في ايدك وروحي. لو وظبتي الصلاه على وقتها ست شهور لا يمكن قلبك يستهى بعد كده. حالا دلوقتي، حالا دلوقتي. الحياء من الله انه يراني اعمل عمل وهو بينادي عليا منتظر الصالمين. والصلاة خمس فروض يا جماعة مش أربعة، يعني الفجر والله محسوب. أنا إن شاء الله عندي يقين إن في المخيم أنتم ما شاء الله بتصلوا الفجر والقيام وهكذا. الجمال إنك تستمري على ما عشت عليه في المخيم، ده الجمال. حسن يعني أقول حسن العهد وحفظ العهد بيننا وبين المخيم إن إحنا نمشي على الخطة اللي كانت موجودة فيه. هما كم صلاة؟ الفجر معانا. طب المرأة، طب الأنثى، إحنا كنساء تبقى فيها بقى، بصي هنا فينا سوية بقى. إحنا كنساء ما ينفعش، ما ينفعش تكوني أمل الله وملكيش حال مع الله. أجيب منين الحال مع الله؟ ركعتين القيام. ما ينفعش يعدي يومك وليلتك من غير ركعتين القيام. مش قادر يا رب كذا حصل، مسكينة يا رب، عايزة يا رب، أريد يا رب وكذا. ما بقولكيش ادعي. الدعاء هو معروف، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا يا رب اعطنا يا رب ترزقنا، هذا دعاء. اما الانس المناجاه حصل لي وحصل لي وحصل لي ويا رب كذا ويا رب كذا ويا رب كذا، لازم لازم يبقى لك حال مع الله، لازم يبقى لك الركعتين دول. انسه يعني حياه، يعني ما ينفعش يجي قيام الليل وانا ما بصليش الركعتين. ما ينفعش لينا كاناس يبقى لنا حد خلاف ربنا سبحانه وتعالى. طب ما انا عندي زوجتي كويس حلو مال، طب رومانسي حلو والله حنون بقى، وبصي يا ستي خلاص عرفنا معانا ربنا رازق وعريس حلو طيب بعدين، وقط كويس وام كويس، والله ولا الدنيا. الله وليك، الله وليك. انا كأنثى لا يقام لي حال الا بركعتين القيام. هي عايزه تقولي حاجه قولي. عن ركعتين القيام، انا في هاي الشغل عندي انا وفي عندي اخت وسطاني واخت صغيره. اختي الصغيره طالبه ثانوي، تخرجتنا اربع سنوات من الثانويه التركيه، كان هدفها هو الطب. فعدت اواسيم ما مشي الحال، هي شاطره كثير وعلامتها كانت عاليه على مدى اربع سنين. بالسنه الثانيه كمان نفس الشيء ما حصلت المقعد، السنه الثالثه كمان، السنة الرابعة حصلت. فوقت حصلتها سجلت وصارت تبكي لما أمي باركت لها وكنا نحن عم نبارك لها، فقالت لها إنه هذا الفضل رب العالمين. قالت لها أنا عم مدى ثلاث سنين عملت كل الأسباب اللي بقدر أعملها دراسيا وكل شيء بيطلع بإيدي، السنة إنه الصلة الوحيدة اللي وصلتني هي الركعتين اللي كانت بيني وبين رب العالمين. هاي الشيء الوحيد اللي وصلنا للقاعدة، وهي القاعدة موجودة حتى عندي. فمرة من الأيام بتذكر هي كانت عم تعيد اليوس السنة الثالثة، دخلت عليها بعد كان واصلها رفض بعد ما كانت احتياط رقم اثنين في الجامعة، فنعم تبكي يعني كان علامتها مية، فكانت عم تبكي إنه أنا عملت كل شيء بإيدي وما حصلت اللي بدي إياه. وقتها حكيت لها هاي بالسنة الرابعة لما وصلها المقعد
شكرت رب العالمين وصارت هلا اي حدا بدي له اياها قل له انا اللي وصلني لحلمي هي ركعتين قيام الليل. ما ينفعش انثى من غير ركعتين القيام، دول اساس. لما بنتكلم عن الانثى، حياء مع نفسي، حياء مع الله، ان انا استحي استغفر حالي صلواتي ركعتيني، حيائي مع الناس. موال طويل، لكن هقول لكم فيه كلمتين اتنين. خيركم من خالط الناس وصبر على اذاهم. رقم اتنين، اللي انت تستحي او اللي انت ما بتحبيش ان غيرك يعاملك بيه، انت ما تعامليش الناس وكفافا. يعني في ناس مؤذيه صحيح، وفي ناس ما يستاهلوش، لكن انت بتعملي علشان هما ولا عشان ربنا؟ ارجع للمحور الثاني اللي مربوط بالمحور ده، الاحسان. يعني ايه؟ الله هو المحسن. ركزوا معايا في الاسم ده، لان بصوا دي من الاسماء اللازمه، مش بس الجامعه، اللازمه ليكي كست كبنت، تنفعك دنيا واخره وفي حياتك وفي جميع مراحلك. احنا عندنا الوكيل والولي والرب القيم القيوم والملك المليك والمحسن. المحسن يعني ايه؟ سبب احسان ربنا سبحانه وتعالى ليكي. اولا ابتداء ده المحسن، وطلب مننا ان احنا نحسن الاخرين. طب يا دكتوره هل الناس دي ما تستاهلش والله، والناس دي اصلا مؤذيه وانا مش عارفه ايه وكذا وكذا وكذا، وبعدين ايه اصلا انا مش هعمل لهم حاجه تاني علشان هم ما يستاهلوش؟ انا بعمل ليهم ولا ربنا؟ ده رقم واحد، ده اللي خاطب بيه. بس امنع الاذى، لان في ناس توكسيك توكسيك، يعني لازم امنع الاذى. طيب اعمل الخير ليه؟ طب ما نفسيتي ونواياي. هديك جمله واحده بس، بصوا، هل جزاء الاحسان الا ايه؟ المحسن يطلب منك الاحسان للاخر، والمحسن يقول لك هل جزاء الاحسان الا الاحسان. معاملتنا مع الناس دايما حط لها زي قاعده كده، لك يا رب، حسبه لك يا رب، احسان مطلب منك يا رب انك انت تحسن الي الدنيا واخره. حسبه يعني ايه؟ الناس اللي حافظه بقى، ان انا احط العمل ها واقفل عليه، ما بيتفتحش الا يوم القيامه، حسبه لله عز وجل. ده مقفول. ايه ثوابه؟ لا معرفش. ايه جزاؤه؟ معرفش. طب ربنا هيعمل فلما اجي اتكلم عن انوثه، يبقى مظهر، مخبر، كلام، حياء من الله، مراقبه من الله، صوت، روتين جسمه وروتين شعره، ريحه طيبه وكلام طيب، اكون كالمؤمن. منين محل؟ قال لا ده ايمان كانت معديه من هنا، الشيخ لا اهو اثرها. يا ترى ممكن ننوي ايه النيه في القعده اللي قعدناها دي؟ ونختار لنا اسم الملائكه تنادينا بيه كلنا. ايه؟ مين تفكر وتقول؟ المخلصات اللهم امين. الطيبات. مين تاني هنا يقول؟ حد كان رافع ايده؟ الحوريات. المؤنسات. المؤنسات الغاليات يا سولة. المؤمنات على الطريق. روضات المحبين اللهم امين. ها؟ الفخورات بانوثتهن. رزقنا الله واياكم يا رب يا رب حسن العمل وحسن الاخلاص اللهم امين، ويجعلنا واياكم من المحسنات. جزاكم الله خيرا وسبحان الله. يا كنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، ان الحجاب فريضه من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حاركا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، النار مثوى الظالمين لهم عقاب،
والله يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب.